مدرب هولندي كسب اياكس 10-0. مين هو ارن سلوت مدرب ليفربول الجديد؟ تعالوا انا احكي لك. ازيكم يا شباب وحلقه جديده من تيكي تاكا، وهنتكلم النهارده عن مدرب ليفربول الجديد خليفه يورجن كلوب في الانفيلد، المدرب الهولندي ارن سلوت. هو مدرب عنده 45 سنه، بدا في مسيرته التدريبيه بشكل بروفيشنال في موسم 2019 تقريبا لما مسك ايزد القمار، لكن النقله الكبيره اللي حصلت في مسيرته التدريبيه لما تولى تدريب فاينورد الهولندي في 2021. بدايته مع فاينورد الهولندي ما كانتش بافضل شكل، لانه احتل المركز الخامس مع فاينورد على الرغم ان كانت الطموحات عليه كبيره جدا. طبعا واجه انتقادات كبيره جدا جدا لاسلوب لعبه مع فاينورد الهولندي، لانه دايما عايز يلعب لعب هجومي، دايما يستحوذ على الكوره، يضغط ضغط عالي. ده كلف الفريق اهداف كتير جدا بيستقبلها وخسائر كبيره في موسمه الاول مع فاينورد، لكن المدرب ده ما استسلمش وفضل مصمم على اسلوب لعبه، لكن حاول بشكل كبير انه يطور لعبته على المستوى الفردي. من اهم الطرق اللي حاول بيها ان هو يطور لعبته هي تدريبات الروندو، ان هو كان بيعمل تدريبات الروندو بعدد كبير جدا من اللعيبة في مساحة ضيقة جدا عشان يخليهم قادرين ان هم يطلعوا من ضغط المنافس مهما كانت قوة الضغط دون، وكان بيعمل عقاب على اللعيبة اللي لما الكرة تجيله يرجعها لنفس اللاعب اللي بصاله الكرة تاني من غير ما يعمل سكاننج حواليه، من غير ما يشوف اللعيبة اللي حواليه ويطلع بالكرة بشكل تقدمي. كان اي لاعب الكرة بتجيله بيرجعها مكان ما جت تاني لنفس اللاعب بيعاقبه على طول بالجري حوالين الملعب، لانه كان عايز ينمي عند اللاعبين فكرة ان هم يعملوا دايما سكاننج حواليهم ويقدروا يخرجوا من الضغط عليهم. وده اثمر بشكل كبير جدا ان فاينورد قدر يحقق لقب الدوري الهولندي الموسم اللي فات، وحقق فاينورد اللقب الهولندي المرة التانية في القرن ال21 بالكامل، حققه مع ارن سلوت، وده اللي خلاه ليفربول يدخله ضمن حساباته. ارن سلوت بيعتبر من ابناء بيب جوارديولا وابناء يوهان كرويف بافكارهم البوزيشنال جيم، انه عايز دايما يستحوذ على الكوره، دايما يبقى هو الفريق المستحوذ وهو اللي بيصنع فرص. بجانب ده بيدخل شويه مزيج من اسلوب لعب يورجن كلوب، وهو الضغط العكسي الشرس جدا جدا. اول ما الفريق بيخسر الكوره بيحاول دايما انه يحصل على الكوره في مناطق متقدمه، وكان ليه هو تصريح شهير بيعبر عن طريقه لعبه والطريقه اللي دايما بيحاول انه يطبقها في ارضيه الملعب، ان الدفاع بيبدا من الهجوم القوي. لو انا بمتلك هجوم قوي، لو انا بمتلك ضغط شرس جدا في المناطق المتقدمه، هكون متامن دفاعيا. ارن سلوت عمره في تدريباته ما عمل التقسيمه بشكلها المعهود عندنا في مصر، انه يلعب 11 لاعب ضد 11 لاعب، لا، دايما بيقسم اللعيبه ان هم يلعبوا في تلت الملعب بس عشان يعودهم ان هم يلعبوا في مساحات ضيقه يتحركوا ككتله واحده. هل ده بقى هيواجه ارن سلوت في ليفربول الاصابات الكتير جدا اللي حصلت مع يورجن كلوب واللي هي وقفت بشكل كبير امام مسيرته مع ليفربول، انه يحقق البطولات؟ الميزه الكبيره جدا جدا عند ارن سلوت مع فاينورد ان معدل الاصابات بتاعه قليل جدا جدا مع فاينورد في السنتين الثلاثه اللي فاتوا، رغم المجهود البدني الكبير. هو بيهتم جدا جدا بالجزء البدني لعبته، انه يخلي اللعيبه جاهزه على المستوى البدني ان هم يلعبوا الضغط العالي دون، يلعبوا الضغط الشرس والمجهود البدني الكبير ده داخل المباريات ومع ضغط المباريات. لكن طبعا طبعا الدوري الانجليزي غير. دلوقتي الرهان على ارن سلوت، هل ارن سلوت هيبقى اضافه قويه لنادي ليفربول ويقدر يكمل مسيره يورجن كلوب، ولا مش هيقدر يكمل مع الضغط الكبير البدني للدوري الانجليزي والفارق الكبير ما بين الدوري الانجليزي والهولندي؟ من الاخر يعني، هل ارن سلوت هيبقى زي بيب جوارديولا، ولا هيبقى زي تين هاج والانتقادات الكبيره اللي بتوجه ليه بعد ما راح الدوري الانجليزي رغم نجاحاته الكبيره جدا مع اياكس في الدوري الهولندي؟ ده اللي هنشوفه في السنه اللي جايه. دي كانت قصتنا النهارده، ودي كانت حكايتنا عن مدرب ليفربول القادم وخليفه يورجن كلوب في الانفيلد. استنونا في حلقات تانية من تيكي تاكا.